بس في عيونه، لأن عيونه كانت صعبة وبيتقال منين. فكان في نظريتين، نظرية أيوب ونظرية أصدقاء، ونظريتين غلط. نظرية أيوب إن ربنا ده هو خالقنا، فلو ربنا جاب لنا خير أو جاب لنا شر نرضى بيه. وده اللي قاله لمراته، قال لها الخير من الرب نقبة والشر لا نقبة. بس الغلط في النظرية دي إيه؟ إن الشر مش من ربنا. فدي الغلط اللي كان عند أيوب. لكن أيوب نظريته طالما هو الله جاب لي خير جاب لي شر هقبل. أصدقائه كانوا تعبانين من حتة أيوب لما يقول إن ربنا يجيب شر. فنظريتهم إن لو أنت بتتألم يبقى أنت إنسان خاطئ. وطول الحوار اللي أخذ أكتر من 30 إصحاح عايزين يثبتوا لأيوب إنه هو إنسان خاطئ. علشان كده هو بيتألم. وأيوب يدافع عن نفسه ويقول لا أنا ما عملتش حاجة، وهم يرجعوا تاني. عايزين حتة ده نصح والإرشاد علشان مبالغة فيها يسيطر عليه. طبعا الألم بتاع أيوب لا كان ده من ربنا ولا لأنه إنسان خاطئ، إنما من الشيطان هو اللي جرب أيوب. وده ذكر في آخر كتاب آخر سفر أيوب، إن هنا الشر كان لا من ربنا ولا لأن أيوب كان إنسان خاطئ، ولكن بسبب الشيطان إلى حسب أيوب. أيضا الكتب والفريسيون كانوا ناس مسيطرين جدا، حبوا يسيطروا على السيد المسيح. وفي الآخر لما السيد المسيح ممشيش على هواهم جابوا الشعب وأضلوهم وخلوهم يقولوا لبيلاطس اصلبوا اصلبوا دمه علينا وعلى أولادنا، وفعلا انتهوا بصلب السيد المسيح. السيطرة في الزواج، السيطرة في الزواج بتتسبب في أغلب المشاكل الزوجية، لأن الإنسان المسيطر في الزواج هو الذي يرغب أن يفرض طريقته الخاصة على الطرف الآخر، يتحكم فيه ويجبره على موافقته. وهنا الديبر إيشو اللي هي الإحساس بالقوة، أنا عايز أبقى أنا الأقوى، أنا ليه الكلمة الأخيرة، أنا ليه الرأي الأخير. ف لما بتكون بقى الشخصيتين الزوج والزوجة شخصيتهم أقوية، فهما الاثنين بيتنافسوا على مين يسيطر، فهنا بتبقى العلاقة تنافسية ومسيطرة مع بعض، ويفضلوا يتأرجحوا يعني شوية إيه، عارف زي الصراع كده، شوية الزوج يكسب وشوية هي تكسب، الزوجة تكسب وشوية الزوجة تكسب وشوية يكسب، فتبقى علاقتهم تنافسية فيها سيطرة، كل واحد بيحاول يسيطر على الثاني، بيحاولوا يتنافسوا مع بعض طول الوقت. ولو هما الاثنين شخصيتهم ضعيفة، فتلاقي ولا واحد فيهم عايز ياخد المسؤولية، فكل واحد بيتردد ان هو يستلم القيادة، فده احيانا بيستلمها لفترة وده احيانا يستلمها لفترة بس التردد ده، لان ده عايز يقود ولا ده عايز يقود. طبعا في نكتة كده، مش نكتة يعني تعليق بيقولوه الكانسلر، يقول لك ايه اللي يحصل لو كنترولر قابل كومبلاينت، يعني لو واحد مسيطر قابل انسان مهاون، مش مهاون بالصدق كويس، اللي هو ضعيف الشخصيه ده الخانع، يقول لك ايه اللي يحصل؟ يقول لك زي بيل جيت مارد. ليه بقى؟ لان الانسان المسيطر عايز واحد يقول له نعم حاضر امين، والإنسان اللي هو ضعيف الشخصية ده عايز حد يقوده، هو مش عايز يقوده، فبيبقى جود ماتش. لكن خلي بالك بعد فترة، يعني هم في الأول فرحانين ببعض، هو فرحان في حد يهوده وهي فرحانة في حد يقودها، لكن خلي بالك الأسوأ، الأسوأ لو الزوج هي مسيطرة، يعني لو الزوج هي مسيطرة والرجل هو الطيب الغلبان. بعد فترة ما بيحتملوش بعض،
تلاقيها هي مثل ما هي مسيطرة، يعني يبقى جزءها مش مانع عنها، فينزل من نظر. وممكن بقى لو لسانها شديد ممكن تقول عليه كلام صعب، ما له شخصية، هو راجل كده. والإنسان كان بيدور لحد يقوده بيجي بعد فترة بيتعب من السيطرة، لأنه حس إن هو لسنين هذا عادتها ملوش رأي في الآخر، مهما قال ملوش صوت في البيت خالص، أو هي ملهاش صوت في البيت خالص. فإما بيكملوا حياتهم في تعاسة، وأقصد تعاسة تعاسة يعني، يا إما بيتطلقوا، يا إما بتتحول حياتهم إلى بعض. مثلا تلاقي الطرف اللي هو أي من الطرفين أكشن ممكن ينحرف خارج الزواج، لأن الطرف المسيطر للتاني مش مالي عينه فبيدور على حد يملي عينه، أو الطرف الخانع الضعيف ده اللي هو حاسس ملوش صوت بيدور على حد بيقدره، فممكن تنتهي بالخيانة. وممكن تنتهي بقى بيديفلو، خصوصا الطرف الضعيف ده بيديفلو القوية عشان يتعايش. من ضمن الحاجات اللي هما علشان يتعايش الكذب، انه يحاول يكذب عشان يحمي نفسه، وبيتحول الكذب بعد كده الى ستايل في الحياة. يعني مثلا ايه، لو هو هيتخانق معاها، لو هو الزوج المسيطر هيتخانق معاها مثلا لو زارت صاحبتها، فممكن تزور صاحبتها في السر، وبعد كده هو لو سألها تكذب ما تقولوش عن الحقيقة. طبعا الكذب ده لو اتكشف هتبقى بقى خناقه اكبر، وتخش بقى فيش السايكل، ففعلا تبقى علاقه مدمره، علاقه مدمره. ودايما خلي بالك الانسان الضعيف في العلاقه المسيطره دي هتلاقوا غالبا بيكذب، لان الكذب ده بالنسبه له هو المنفذ الوحيد علشان يحمي نفسه من سيطره الاخر. انا مش ده صح، انا بحكي لكم بيعملوا ايه، بيتعايشوا ازاي. طبعا لو هما الاثنين شخصيتهم ضعيفه زي ما لكم بيتنوبوا في القياده، لو هما الاثنين شخصيتهم قويه بيتنوبوا في القياده. انما المشكله الكبرى لما يكون احدهم شخصيته قويه مسيطره، القوه مش عيب بينويه. انا اقصد كده بكلمه قويه اقصد بيها شخصيه مسيطره، احدهم شخصيه مسيطره والاخر شخصيه ضعيفه. في الداينامكس دي هتلاقوا شخصيه ضعيفه بقى سلبي وخانع بدرجة مبالغ فيها، خلاص ما هيفضل يفاجئ لغاية امتى عشان يدي الفرصة للطرف الآخر يتحكم فيه. وديا بتعاني العلاقات ديا من خلل كبير جدا في كل حاجة، وفي العلاقات العاطفية اللي موجودة بينهم برضه. أنواع السيطرة في الزواج، في بنسميها السيطرة البدنية physical control. دولت اللي مش عايزين الطرف الآخر يتحرك من غير ما يقولوه، عايزين يعرفوا تحركاتهم ايه خطوة بخطوة. تلاقوا بقى ايه 10 أو 20 مكالمة تليفون، 20 تكست مسج، انت رحت فين، جيت منين، رحت، يعني ايه، يفضلوا يتتبعوا. سيطرة هنا على التحركات. وايضا الانسان المسيطر بيبتدي يهيمن تدريجيا على كل موارد الاسرة داخل وداخلها، وبعد كده يبتدي يفرض على الاخر طريقة الصرف طريقة معينة. فدي نوع من انواع السيطرة البدنية. ايضا يميلون للاستفسار عن كل نشاط او تصرف لشريك الاخر. ليه؟ بيدوروا على اي حاجه غلط في اي شيء يعمله. ليه؟ عشان يقولوا له ده غلط يبقى ما تتصرفش من غير اذن. بيبقى يعني يفضل بقى ايه؟ يسال انت رحت فين؟ عملت ايه؟ عملت في الموضوع ده؟ لغايه لما الاقي حاجه غلط. وانا الاقي حاجه غلط وشوف عشان انت بتمشي لوحدك. من فضلك بقى ما تعملش كلام تاني لوحدك. لازم تقول لي عليها قبل ما تتصرف. فدي التكنيك اللي بيستخدموه
السيطرة. طبعاً لو هما ركزوا على أي حاجة إيجابية في الطرف الآخر يبقى ممكن ده يكون بداية إنه يديله حرية، هم مش عايزين كده. فعلشان كده يتجاهلوا intention الحاجات الإيجابية في الطرف الآخر، ولكن يركزوا بس على السلبيات. وركزوا على السلبيات عشان يقولوا أنت ما تعرفش تعمل حاجة، فأنا المفروض أعمل كل حاجة، بأسكت وأنا أخذ القرارات كلها. ويتحول بقى الستايل ده لروتين، فبقى النقد لشريك الحياة ده روتين على طول. بيتكلم يعني أي حوار بينهم بينتقد، أنت غلطان على طول كده. وطبعا بيفرضوا الآراء والأفكار على شريك الحياة. أحيانا بقى كلمات المدح تخرج بالقطارة وتخرج لما شريك الحياة ده يعمل حاجة ترضيني، ترضي الطرف المسيطر، فسمعوا كلمتين مديح وكأني برسل رسالة إني لما تعمل اللي أنا عايزه هسمعك كلمات المديح. ما قلتليش عمرك ما تسمع كلمة حلوة مني. طبعاً السيطرة ممكن توصل إلى درجة إن هو ما تكلميش أسرتك، ما أركيش على بابا ولا ماما ولا أخواتك، ما يجوش عندي وما تروح لهمش. فممكن توصل إلى إن بيحد من حركات الآخر حتى مع أفراد أسرهم، مع أصدقائهم، مع الكنيسة، لا ما تخدميش، لا ما تروحيش إلى آخره. نوع تاني من السيطرة بنسميها السيطرة العاطفية. زي ما قلنا إن المسيطرون دول مش عايزين إن الآخر يفكر بطريقة تختلف عن طريقتهم، عايزين يبقى هما بيفكروا بنفس الطريقة اللي بيفكروا بيها. علشان كده يميلون إلى التحقير من شركاء حياتهم بشكل روتيني، وهما يرفضوا ويكرهوا إن حد يوجه لهم نقد. طبعا لما واحد على طول بينتقد بينتقد بينتقد، إيه اللي يضيع في العلاقة دي؟ الحب. فتلاقي بقى الحب بتختفى، مبقاش في حب. بالعكس ده ممكن أحيانا فعلا تتولد كراهية للطرف الآخر. تلاقي الطرف اللي هو الضعيف ده فعلا لتر من جوه كاره التاني، مش قادر. لأن المسيطرين دول ممكن يسخروا من الآخرين، ممكن يتريقوا عليهم and put them down even in front of others، قصاد الآخرين، قصاد ناس تانيين، ويبتدوا يقللوا منهم. ده طبعا يأثر على العلاقة العاطفية. والإنسان المسيطر دايما بيتصرف بتعالي، أنا بفهم أحسن منك، أنا بفكر أحسن منك، أنا قراراتي أحسن منك. ولو الشريك ده الطرف الآخر حاول يستقل برأي أو بتصرف بطريقة مختلفة عنه في أي شيء، بتتحول إلى مشكلة كبيرة. وزي ما قلت لكم من شوية، يمنعون الاستحسان والمديح والتشجيع عن شركاء حياتهم ما لم يتصرفوا بحسب هواهم. دي مكافأة يعطيها للآخر لما يسمع كلامي ويتصرف زي ما أنا عايز. فبالتدريج يتحول شريك الحياة إلى ملكية شخصية للمسيطرين، ويحس إنه فعلا في سجن، ما عندوش أي حرية إنه يعمل أي حاجة لنفسه، خالص موجود في السجن. السيطرة دي مش بس ممكن تبقى بين الأزواج، ممكن مع الأولاد. يعني أنت بتربي أولادك تربية فيها سيطرة. فهو احنا غالبا المحاضرة الرابعة هنديها على سن المراهقة. فبس أنا عايز أقول حاجة، إن في سن المراهقة الطفل أو المراهق ده بيتحول من الطفولة لسن المراهقة نضوج، فهو عايز يبقى له شخصيته. فعلشان يكون شخصيته ممكن يظهر كمتمرد. فالأب والأم لو هم مش فاهمين طبيعة السن ده فيقول لك الواد بيتمرد علينا ليه؟ ف
فيحاولوا بقى يسيطروا عليه. فلما يسيطروا عليه هيطلع بحاجة من حاجتين زي ما تلوك، يا اما يكبر في التمرد وهو يتحول الى شخصية مسيطرة، يا اما يطلع شخصية خانعة لا يعني ضعيفة مجرد ماشية حسب رأي الأدرى. وتلاقي الشخصية المسيطرة ان يتحكم في الاكل، في المظهر، في هواياته، حياته الاجتماعية، لا تلعب كذا ما تلعبش كذا، لا تعمل كذا، التلفزيون ما تقبلش ده تحكم. والحب يعطى كمكافأة. بمعنى ايه؟ يعني الاب هو المفروض يحب ولادهم ويدي لهم الحب على طول، لكن لما ابني يسمع كلامي بابا بيحب، لو هو ما سمعش كلامي يبقى ما بيحبوش. يبقى هنا الحب بيمنع كعقاب، الحب بيمنع كعقاب. واحيانا ندي الصوره دي عن ربنا، يعني احيانا نقول على ربنا ان لو مثلا ما عملتش كده ربنا يزعل مني، برغم ربنا ما بيزعلش من ولاده، ربنا بيزعل من خطيه ما بيزعلش من ولاده. فاكر مره كنت قاعد مع ولد قال لي انه ملحد، فقلت له يعني قعدت اسال معاه، فراح قال لي بص انا من صغري بحاول ارضي في ربنا وربنا على طول زعلان مني، فخلاص مش عارف ارضيه فسبته. ليه؟ كل ما بيعمل حاجه توصلته يقول ربنا زعلان ربنا زعلان ربنا زعلان، يحاول يرضيه يصلح من نفسه برضه ربنا زعلان، يحاول يصلح من نفسه برضه ربنا زعلان، خلاص زعلان زعلان بقى يعني خليه في حاله وانا في حالي. خد بالك؟ فاحيانا دي تربيه خاطئه. واحيانا احنا فاهمين حاجات غلط في الكتاب المقدس. لما نيجي نشرحها ممكن نشرحها بطريقه خاطئه. انا قلت مثلا زي موضوع الطوفان بتاع النوح. هقول لكم اغلب